وفي سياق الانتخابات الرئاسية وقعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بروتوكول تعاون مع اتحاد خليجيون في حب مصر، وذلك لحشد وحث المصريين المقيمين بمنطقة الخليج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك للتنسيق من أجل تلبية احتياجات الجالية المصرية والعمل على التدخل السريع وحل أي مشكلات قد تواجه المصريين بمنطقة الخليج. احنا بنستعد للانتخابات الرئاسية، مهم جدا حشد المواطن في الخارج وخاصة في منطقة الخليج، لأن منطقة الخليج أكثر المناطق تمركزا لعدد المصريين في الخارج. مش بس أحشده، إنما كمان كدولة لازم أقدم له التسهيلات اللازمة عشان يقدر يتقدم لمقر البعثات الدبلوماسية عشان ينتخب. البروتوكول النهاردة ما بيني ما بين جمعية خليجيون في حب مصر إن أنا أوفر التسهيلات اللازمة لهذا المواطن للانتقال من المناطق اللي هو عايش فيها، سواء في أنحاء الكويت أو في أنحاء المملكة العربية السعودية، وأنا أساعده بهذه الأوتوبيسات إن أنا أجيبه لمقر البعثات الدبلوماسية. مش بس كده، إحنا عندنا مشكلة الكفيل، وعندنا الحقيقة هذا النظام اللي بياخد الكفيل الباسبور المصري للعامل اللي عنده أو ما يثبت جنسيته المصرية علشان يقدر إن هو يشتغل. بنناشد أنا من خلال الدبلوماسية الشعبية هؤلاء الكفلاء إن هم يدوا المواطن المصري هذا الباسبور في أيام الانتخابات. هذا البروتوكول ينظم أن نتدخل نحن بشكل ودي وبشكل بالدبلوماسية الشعبية لحل مشاكل المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي بقدر ما نستطيع، وبنفس الوقت تتدخل وزارة الهجرة مشكورة بحل مشاكل مواطنينا من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كذلك ودي، حتى يعني نحافظ على العلاقة الطيبة التي تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما بين جمهورية مصر العربية.